لا ما بصدق. صدق. صدق. بوجور بوجوران. ابني كريم. ماي سان. ذيس از ماي سان. عم يتروق بالمطبخ. ليش ما بتعرف؟ لا والله شو بدي اعرف؟ لك نحن اشترينا البيت واصرينا يكون في مطبخ تنطبخ، واذا كان بدنا ناكل شيء على الخفيف بناكل فيه. طرحتني بيي بتصدق. مش بس هيك، عم قلت الصبح رحت بكيني. اف ليه؟ تعرف ليه يا بيي؟ لانه انا انطرت كل هالسنين وصلت لمرحلة شلت ايدي منك نهائيا، وقلت انه هيدا الصبي ما بعمره بيصير بني ادم. بس بهالتكة هيدي خليتني غير رأيي، حسستني انه انا كنت غلطان بيي، غلطان كتير كتير كتير. عن جد؟ بتعرف ليه بيي؟ ليه؟ لانه انا بهاللحظة هيدي اتأكدت انه ما بقى لازم حتى احلم او من سابع المستحيلات انك تصير بني ادم. بده يجنني كريم، انا بده يطير لي عقلي من راسي. هي بونجور. هاي باب. شو عم تعملوا بيي؟ عم نلون هون بالصالون. ايه شو؟ ليش ما بتلوني فوق باوضتك بيي؟ لانه هون الصالون اوسع وفي ضوء اكثر. اه بيي انت بتعرفي انه نحن لما اشترينا هيدا البيت أصرينا يكون في صالون تنستقبل فيه العالم مش تنلون فيه للصالون. مشينا باب، مش أول مرة بنرسم هون. طبعا مش أول مرة بيي، بس رح تكون آخر مرة. خدي بيلي واطلعوا سمو بأوضتك. لك باب ما في ضوء بأوضتك. بيي في ضوء، في ضوء أحسن ما ترسمي هون بالصالون بيي. يلا 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 عجل أشوف. هاي. أهلا أهلا. باب شحطنا من الصالون. إيه معلش، أصلا الصالون مش مطرح لتقعدوا تلعبوا فيه. يلا هلوة. برافو كريم، برافو، انا مبسوط منك كثير. هيك لازم نحكي معهم دايما، لازم نفهمهم انه الصالون بيقعدوا فيه ما بيلونوا فيه، المطبخ لياكلوا بقلب المطبخ. عرفتي لازم دايما نحسسهم انه البيت لازم يضل نظيف، كل شيء بيشيلوه من محله يردوه على محله. هيك لازم لازم نربيه من اول وجديد. صح معك حق 100%، طالعين كثير بلا مربح. ايه اما شو شو جايبه هالميات؟ جايبه صار تعملي مانيكير هون بالصالون؟ ايه. ليش مش بالاوضه عندي؟ ليش بالاوضه؟ بالاوضه ما في كثير ضوء، هون بالصالون اوسع والضوء اقوى. نعم؟ عنك 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 عنك. مام انت بتعرفي انه نحن اشترينا البيت وأصرينا يكون في صالون تنستقبل فيه العالم مش نعمل فيه ضفيرنا؟ هي بده يقتلني هذا، هذا بده يجنني، بده يطير لي عقلي من راسي. This is not my fault.